جايز، ساعات وانت سايق او وانت بتكتب بتبقى مكسل تكتب الحروف كلها او الكلام كله اللي انت عايز تقوله، او بتبقى عايز شورت كاتس عشان تنجز، او لو في ميتنج وعايز تقول كلمه معينه، او وانت بتكتب في حروف معينه كده لو حطيناها جنب بعض بتدينا الميننج، او مش الميننج هو اختصار لجمله كبيره بدل ما تقولها. هقول لك ايه هي الحاجات ديت، جبت لك معايا شويه حاجات. اول حاجه IDK معناها I don't know. بالنسبة TTYL يعني talk to you later يعني هكلمك بعدين، talk to you later. وطبعا I don't know يعني ما أعرفش. OMW on my way يعني أنا في الطريق. وفي برضو في واحدة لزقت LMK يعني let me know يعني خليني ابقى اعرف او عرفني. وعندي هنا لول اللي بكتبها كتير جدا، لول معناها laugh out loud يعني انا بموت من الضحك، او يعني مش بموت من الضحك، laugh out loud يعني بضحك بصوت. اما BRB دايما بنكتبها be right back يعني انا هرجع بسرعه، be right back يعني هروح وهرجع تاني على طول. دي بنقولها لحد لو بنكتب له هنروح بس هنقوم مثلا نخش الحمام ونرجع على طول، be right back. اما BTW يعني by the way يعني بالمناسبه او على فكره. اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عجبك دوس شير عشان تفيد حد غيرك، وقول لي ايه الحروف اللي دايما بتستخدمها. اشوفكم تاني، باي باي.